وضع المحامي عمر غفران المنتمي لهيئة الرباط شكاية مستعجلة صباح أمس الأربعاء لدى النيابة العامة ضد المدعو يونس مولينكس. ووفق نص الشكاية، فإن التهم التي تم توجيهها للمؤثر مولينكس متعلقة بالسب والقذف وإهانة الدين الإسلامي والترويج للشذوذ الجنسي عبر فيديوهات ولايفات في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق متصل، شن مجموعة من النشطاء حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها المغاربة بالتبليغ ومقاطعات حسابات مولينكس التي تروج للتفاهة. للإشارة، فقد اشتهر مولينكس في بداياته على تطبيق تيك توك بفيديوهات الرقص الشعبي والشرقي، حيث يظهر من خلالها بلباس نسائي يؤدي رقصات مختلفة، وهو ما دفعه لإطلاق لقب الشيخة مولينكس على نفسه قبل أن ينتقل إلى إجراء محادثات وجولات للعب والتحدي مع مستعملي التطبيق المذكور. وتوثق فيديوهات مولينكس لمحادثات يتبادل من خلالها الأخير أطراف الحديث والنكت والدعابة مع متتبعيه بتطبيق تيك توك، كما لا يتردد في أحيان كثيرة في تقديم نصائح ومعلومات متنوعة لهم في كافة المجالات والتعبير عن ميولاته الجنسية الشاذة لمتتبعيه.